شهد السوق العقاري المحلي أداء متوازنا ومستقرا خلال تداولات شهر يونيو الماضي، حيث سجلت القيمة الإجمالية للصفقات العقارية أكثر من 299 مليون دينار. القطاع التجاري استحوذ على النصيب الأكبر من هذه الحصة بحصوله على ما يقارب 108 ملايين دينار. التفاصيل في تقرير الزميل نواف الشراكي. شهد أداء السوق العقاري المحلي أداء مستقرا من حيث أداء الربع الثاني خلال تداولات شهر يونيو 2024 مقارنة بالربع الأول، لكن سجل معدل النقص عن شهر مايو 2024 بنسبة 38%. في شهر 6/2024 اختلفت المعادلة بتقدم القطاع التجاري في المركز الأول في التداولات، يليه القطاع الاستثماري وبعد العقار السكني. هذه المعادلة لم نشهدها من سنوات عديدة. شهر 6 كانت تداولات 299 مليون بمعدل 270 صفقة. إذا نقارنها مع شهر 5/2024 نجد هناك انخفاض بنسبة 38%، وهي نسبة عادية بحيث أن احنا دشينا في نهاية الربع الثاني وبداية الصيف، يلقي السوق على ظلاله في التداولات وركود في وانخفاض في التداولات الكلية. إذا نقارن مع شهر 6/2023 راح نشوف زيادة 10%، اللي كانت التداولات في شهر 6/2023 270 مليون. العقار التجاري تصدر معدل القيمة المتداولة ب 108 مليون دينار من إجمالي القيمة خلال شهر يونيو البالغة 299 مليون دينار تقريبا، وجاء العقار الاستثماري في المرتبة الثانية ب 105 مليون دينار، ومن ثم العقار السكني الخاص ب 81 مليون دينار. بالنسبة حق يونيو 2024 هناك نزول في عدد القيمة المتداولة وقيمة الصفقات اللي صارت مقارنة في الشهر اللي قبله شهر مايو. طبعا نتكلم شهر يونيو احنا الحين في 2024 قيمة التداولات كانت 299 مليون، وتصدر المشهد طبعا القطاع السكني. تراجع القطاع التجاري مثل ما كنا قايلين في مايو انه هو اللي تصدر وكان شكل مفاجئ. أداء السوق العقاري المحلي سجل ارتفاعا خلال تداولات شهر يونيو 2024 ما نسبته ب 10% عن تداولات الشهر نفسه من عام 2023، وكان لاستمرار تثبيت سعر الفائدة تأثيرا على أداء العقار بشكل عام. نواف شراكي، تلفزيون دولة الكويت.